تحياتي لمدرسة كفر سماعي، تحياتي لطلابها ولطاقمها من معلمات ومعلمين. كل عام وانتم بألف خير، بتمنى لكم أجمل الأمنيات بمناسبة يوم عيد الأم ويوم العائلة، وإن شاء الله يا رب تبقوا رافعين راسنا، وأنا متأكدة وواثقة إنكم رح تكونوا انتم الطلاب والجيل الصاعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا. تحية قلبية وسلامي من قلبي لكم جميعا، بالنجاح دائما وكل الاحترام. في أحلى أيام السنة، بداية فصل الربيع الذي يتوافق مع عيد الأم، أرفع أسمى آيات التهاني لكل الأمهات منبع العطاء والتضحية، متمنية لهن عيدا سعيدا وعمرا مديدا، وكل عام وأنتن بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مساكم حبايبي. بحب أعايد نساء بلدي، أمهات بلد الحبيبة كفر سماعي بعيد الأم. ربنا يحفظكم ويرعاكم ويحميكم أنتم وعائلاتكم. إن شاء الله بتكون سنة خالية من الأوجاع، وإن شاء الله بالصحة والسعادة والسلام والتسامح وهداك الباب. يسعد مساكم، شكرا كثير كثير لكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. مساء الخير، كيف حال الأميات كلياتهم؟ إن شاء الله بنعاد عليكم أنتم سالمين وغانمين يا رب، ويبعد الكورونا عن كل الناس القريب والغريب. نشكرك يا رب لأنك أنت حامينا من كل أذى من كل شر. يا رب احمي بلدنا دايما. أنا يوم يوم بصلي بقول يا رب احمي بلدنا، غريب قريب مين مكان يكون، جيراني، كل الناس تطلب من الرب يسوع يحمينا ويشفينا دايما، لأنه بإيده هو شفاء. هو قال أنا الطبيب الشافي، هو قادر يشفينا ويشفي كل الناس بلحظة واحدة. وكل عام وأنت بألف خير، ينعاد عليكم سالمين يا رب عقبال كل سنة. يا مساء الخير لجميع الأمهات. أنا بتمنى كل سنة يجي عيد الأم عام وأنت بخير لناس كل نسوان، لكل نسوان البلد، إسلام ومسيحية ودروز، إحنا أخوات لبعضنا. إن شاء الله كل سنة بيجي عيد الأم والناس هذي تبان، وتقوم المرضى الكورونا من كل العالم، وكل أم اللي ضل أولادها سالمة، واللي أمه ميتة الله يرحمها. الله يخلي نسوان البلد كلها، إحنا كنا حبايب وقرايب وأصحاب. مساء الخير للجميع، كل عيد أم والناس بألف خير، ويخلي كل الأميات ويخلي لنا أولادهم، وإن شاء الله يا رب مرض الكورونا يروح وتتريح الناس منه، والله يخلي كل الأميات ويخلي لأولادها. مساء الخير للجميع. في البداية أود أن أشكر كل من أتاح لي هذه الفرصة لكي أقوم بتهنئة جميع الأمهات في قرية الحبيبة بكل حب تقدير واحترام. أقول كل عام وأنت منور بيتك، كل عام وأنت ضحكة أولادك، كل عام وأنت حضن الدافئ، وكل عام وأنت البسمة الحنونة. فأتمنى من الله عز وجل أن تكون الأيام القادمة أيام سعادة، صحة وهداد بال على جميع الناس. فكل عام وأنتن بألف خير يا صانعات الأجيال.